الدولة في الفترة الرئاسية الجديدة 2024 ل 2030 شايفة المواطن المصري بنظرة تانية خالص عن أي فترة فاتت، وده لسبب بسيط جدا، إن مصر دلوقتي عندها وفرة كبيرة من مصادر الدخل الدولاري، وفي السنة الجديدة المواطن هيبدأ يحس بنتائج تعب السنين اللي فاتت. يا ترى إيه اللي هتعمله الحكومة علشان تريح المواطن المصري وخصوصا محدودي الدخل، وإيه أخبار خطة الدولة لزيادة الدعم؟ الحكومة في الفترة الحالية شايفة إن المواطن المصري تحمل كتير، وبالعربي كده عايزة تعوضه عن اللي فات. طب ايه اللي هتعمله الحكومة علشان تعوض المواطن المصري عن السنين اللي فاتت؟ الحكومة قالت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالنظر للمواطن المصري بشكل خاص، فخطوات اعداد الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة المصرية في السنة المالية الجديدة 2024-2025، وقال لهم بالنص عينيكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة اللي جاية. الحكومة أكدت كمان أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم واللي ليهم أولويات رئاسية، وده في إطار خطة الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتأمين احتياطي الاستراتيجي من السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ده بالإضافة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل. الحكومة أكدت أنه استجابة لتعليمات القيادة السياسية خصصت الدولة 596 مليار جنيه للدعم، منهم أكثر من 134 مليار للسلع التموينية، ومنهم 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش بس، وده بعد ما ارتفعت تكلفته للرغيف الواحد ل 125 قرش على الدولة، في حين أن الدولة بتبيعه للمواطن بخمس قروش. الخزانة العامة للدولة بتتحمل الفرق ده، وغير تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وده بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا. مش بس كده، كمان الدولة خصصت أكتر من 40 مليار جنيه لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، خصوصا أن الحكومة بتستهدف تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة 3.5% في السنة المالية الجديدة 2024-2025، وده بالتوازي مع خفض العجز الكلي على المدى المتوسط ل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. طبعا كل ده مش هيتحقق إلا في حالة إن الدولة اشتغلت على ملف تخفيض الدين الخارجي، علشان كده الخطة الاقتصادية للدولة 2024-2025 حطت استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، ده بخلاف وضع سقف للضمانات للحد من الدين الخارجي وتوجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات الطروحات الحكومية اللي الدولة شغالة عليها حاليا لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها. كل ده بالإضافة لزيادة قيمة الدعم المادي اللي بيدخل الخزانة العامة للدولة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، والخطة بتستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي الأقل من 80% خلال الثلاث سنين اللي جايين. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.